السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جاتني كم شحنة من اليابان. أول واحدة هذه اشتريتها، يعني كانها أشياء مستعملة، اشتريتها يعني من ناس. كان ناقصني هذا اللي بأشر عليه، البروش، والباقي كان عندي منه. حصل كذا سوء فهم، بس خلاص ايش اسوي عاد. هذا الاشياء زيادة. طيب، وهذه الشحنة الثانية من امي. امي مجموعة اغراض جاتني. اول شيء هذه التعليقات، هذه شيء زي الاكسترا لما تطلب من عند امي. امي يعطوك هذه الزيادة، وهذه البقية الأشكال. بعدين عندنا هنا ساكورا وشاورن من الأنمي اللي اسمه كارد كابشر ساكورا. هنا اللي هم نيتو تان اللي حجمهم أكبر، حجمهم أيوه ديكو وكاتشن. طبعا اللي يميز هذه ده الاصدار انه الاشياء اللي لابسينها، الجاكيت اللي فوق مديكم تفكوه وترجعوا تلبسوه. بس السلامة.